نروح بقى هند الأخبار العالمية. نجم الكرة البرازيلية رونالدو خرج امبارح وقال كلام صدم ناس كتير جدا. قال ايه بقى؟ قال النجم الأرجنتيني ميسي حقق إنجازات ضخمة في مسيرته، لكن ده مش معناه انه يستحق الفوز بلقب كأس العالم، والمفروض انه يبذل جهد أكبر عشان ياخد اللقب ويحقق المجد. كمان رونالدو أشاد بأداء ميسي في البطولة. الفكرة بالنسبة لنا أنه بيحذر من صعوبة مهمة التتويج بكأس العالم بالنسبة للاعب فايز بجائزة الكرة الذهبية 7 مرات، وده خصوصا بعد خروج نيمار النجم البرازيلي، كريستيانو رونالدو نجم البرتغال، فيعتبر وفضلش غيره محط أنظار العالم علشان ياخد البطولة اللي باقية ليه في تاريخه. بالظبط، هو اكيد طبعا يا هند هو ميسي محتاجها جدا علشان يكون قفل اللعبه وخد كل البطولات الدوليه مع منتخب بلاده، ومش بس كده، علشان كمان يحسم فكره المنافسه اللي دايما موجوده بينه وبين كريستيانو رونالدو، ومين حقق انجازات اكتر في كره القدم.